معنا في هذا اللقاء قصة عظيمة من قصص القرآن الكريم، أيضا ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف. هذه القصة هي قصة ذي القرنين، هذا الرجل الذي اختلف فيه وفي تسميته، وهل هو نبي أو رسول أو عبد صالح، بل منهم من قال إنه ملك أو ملك من الملائكة إلى غير ذلك من الأقوال، تفصيلها إن شاء الله تبارك وتعالى. سبب ذكر قصة ذي القرنين في القرآن الكريم مر معنا عندما تكلمنا عن قصة أصحاب الكهف، وذكرنا بأن سبب قصة أصحاب الكهف أن المشركين في مكة أرسلوا رسولا منهم إلى اليهود في المدينة ليسألوهم عن حال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقالت اليهود سألوه عن ثلاثة أشياء، إن أجابكم فهو نبي، وإلا فهو متقول على الله تبارك وتعالى، واصنعوا معه ما بدا لكم. سألوه عن فتية كانوا في الدهر الأول، ما هو خبرهم؟ وسألوه عن رجل طواف طاف مشارق الأرض ومغاربها، ما هو خبره؟ وسألوه عن الروح. فجاء الجواب من الله سبحانه وتعالى، حتى نختصر هذه القصة وهذا الحديث العظيم، أخبره عن الفتية وهم أصحاب الكهف، جاء ذكرهم، مرت معنا قصتهم، وأخبره عن الرجل الطواف وهو ذو القرنين، وأما عن الروح فقال الله تبارك وتعالى كما في سورة الإسراء، ويسألونك عن الروح وقول الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فكان هذا هو سبب نزول هذه القصة أو ذكر قصة ذي القرنين في سورة الكهف. من هو ذو القرنين؟ قد اختلف العلماء في ذي القرنين اختلافا كبيرا، منهم من قال هو نبي، وهذا مشهور في كتب التفسير، ومنهم من قال هو رسول، ومنهم من قال هو عبد صالح، رجل صالح، بل منهم من قال إنه ملك أو ملك من الملائكة. ويروى ذلك أثر أن رجلا قال في السوق يوم من الأيام على عهد عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أنه نادى رجلا وقال له يا ذا القرنين، فقال عمر كفوا عن ذلك، يعني أما كفاكم أن تسموا بأسماء أنبيائكم حتى تسموا باسم ملك من الملائكة؟ هذا الأثر مشهور، والله أعلم بصحته، إلى عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه ذكر أن ذا القرنين ملكا من الملائكة، وهذا قول عده أهل العلم بعيد عن الصواب، وقلنا نسبته إلى عمر مشكوك فيها. فالمشهور عند أهل العلم قولان اثنان، أنه نبي من الأنبياء، لأنه كما سئتنا في قصته جاءته الأخبار أو جاءه الأمر من الله تبارك وتعالى، ومعلوم أن هذا الأمر عادة يكون عن طريق الوحي، وإذا يوحى إليه إذن هو نبي كما قلنا في الخضر. إذن هذا هو القول الأول. القول الثاني وهو الأقرب والله أعلم، أنه عبد صالح ليس بنبي ذو القرنين. طيب، مسألة أخرى قبل أن نبحر مع قصته، ما سبب تسميته بذي القرنين؟ أيضا اختلف العلماء اختلافا كبيرا، ذكروا عدة أقوال لماذا سمي بذي القرنين. قال بعضهم أن كان في رأسه قرنان من نحاس، قال آخرون ضرب أحد الجبابرة فكسر قرنه ثم ضرب الآخر وكسر فسمي بذي القرنين، وذكروا يعني أقوالا كثيرة، وليس على أي قول من هذه الأقوال نص ثابت يعتمد عليه، ولكن أقرب هذه الأقوال إلى الصواب، أقول أقربها ولا نقطع، لأن أيضا حتى هذا القول الذي سأذكره الآن ليس عليه دليل صريح، لكن أقرب هذه الأقوال في سبب تسميته بذي القرنين أنه بلغ المشرق، أقصى المشرق كما سنذكر الآن وذكر القرآن، وبلغ أقصى المغرب، فأقصى المشرق قرن الشمس إذا غربت، وأقصى المشرق قرن الشمس إذا أشرقت، فبلغ القرنين.
قرن المغرب وقرن المشرق، ولذلك سمي بذي القرنين. وهذا والله أعلم هو أقرب هذه الأقوال إلى الصواب، وإلا كما ذكرت لكم ليس على قول مما ذكر دليل يعني يوجب الرجوع إليه. ولو كان في هذا الأمر مصلحة، لو كان في هذا الأمر مصلحة لأخبرنا الله تبارك وتعالى، فنقول ذي القرنين كما سمى الله سبحانه وتعالى نبيه موسى موسى، وعيسى عيسى، وإبراهيم إبراهيم، وهود وداود وسليمان، كل هذه أسماء أعجمية ليست بعربية، يعني ما لها، ليس لها معنى في اللغة العربية، يعقوب ويوسف وهود ولوط وما إلى ذلك، وإبراهيم وموسى، أسماء لهم قد تعني أشياء في لغتهم الله أعلم، لكن لم يتعب أنفسهم العلماء في البحث عن سبب تسميته بموسى أو بعيسى، ليس من وراء هذا طائل. فكذلك ذي القرنين سماه الله تبارك وتعالى بذي القرنين، ويسألونك عن ذي القرنين، خلاص يكفي أن اسمه ذي القرنين. ما هي قصته؟ هذا الرجل كان صالحا، وكان ممن ملك الأرض، ويقول أهل العلم لم يملك الأرض إلا أربعة منذ أن خلق الله آدم إلى يومنا هذا، والله أعلم إلى قيام الساعة، الله أعلم ما ندري، لكن إلى ساعتنا هذه لم يملك الأرض إلا أربعة نفر، مؤمنان وكافران، يعني رجلان مؤمنان ورجلان كافران. أما المؤمنان فسليمان ابن داود عليه السلام، أتاه الله ملكا لا ينبغي لأحد، قال دعا الله عز وجل أن يؤتيه ملكا لا ينبغي لأحد من بعد، كما قال سبحانه وتعالى، فكان ملكه ملكا عظيما، سليمان بن داود هذا النبي الملك عليه السلام، وذو القرنين كان قد ملك الأرض، ملك مشارق الأرض ومغاربها بل وشمالها كما سيشير القرآن إلى ذلك. أما الرجلان الكافران اللذان ملكا الأرض فهما النمرود وبخت نصر. بخت نصر أو بخت نصر على يعني لفظتان، وهو قائد معروف هذا الرجل، والنمرود الذي ذكر في قصة إبراهيم عليه السلام الذي حجه إبراهيم، قال ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي ويميت إلى آخر الآيات. فالنمرود وبخت نصر هما رجلان كافران حكما الأرض أو ملكا الأرض. إذا رجلان مؤمنان سليمان وذو القرنين، ورجلان كافران النمرود وبخت نصر، هؤلاء الذين ملكوا الأرض. ما اسم ذو القرنين؟ قيل هو، أو المقصود بذو القرنين، ذهب جمع من أهل العلم إلى أنه الإسكندر اليوناني. الإسكندر اليوناني أيضا يعني ضبط أهل التاريخ أن ما جرى في أحداث ذو القرنين التي كانت بعد موت النمرود الذي كان على عهد إبراهيم عليه السلام، ضبطوها في التاريخ فوجدوا أن في تلك الفترة الذي كان له ملكا منتشرا عظيما ملك الأرض هو الإسكندر اليوناني. وقال غيرهم هو من قبيلة حمير، القبيلة العربية المعروفة التي في جنوب الجزيرة، وقالوا غير ذلك. خلاصة المسألة أن ذي القرنين هو رجل عبد صالح آتاه الله تبارك وتعالى ملكا عظيما، وكان يطوف في مشارق الأرض ومغاربها، يعني أعطاه الله تبارك وتعالى من الأسباب التي لم تسخر لمثله من الجنود والقوة والسلطان والنفوذ والقهر. كان يمر على البلاد يمسح الأرض، فإذا أتى على بلد معينة دعاهم إلى الله تبارك وتعالى، إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، فإن آمنوا وأسلموا بها ونعمت، أمنهم في أوطانهم وأمنهم على قريتهم وعلى أموالهم وسار عنهم. أما إذا كفرت هذه القبيلة وعاندت وأصرت على عبادة غير الله تبارك وتعالى قاتلهم وسامهم سوء العذاب وأخذ أموالهم وجعل رجالهم في جنده ليقاتلوا القرى الأخرى، وهكذا كان رحمه الله رحمة واسعة.
فقص الله تبارك وتعالى علينا في القرآن الكريم طرفا مما جرى في حياة ذي القرنين، فقال سبحانه وتعالى: ويسألونك عن ذي القرنين، السؤال الموجه من اليهود، قل سأتلو، يعني قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل سأتلو عليكم منه ذكرى. شيء بسيط يعني، ليس ما جاء ذكره في القرآن الكريم هو كل ما جرى في حياة ذي القرنين، لا طبعا، هذا يعني ذكر وطرف من يعني أحداث التي وقعت في حياة ذي القرنين. قال سبحانه وتعالى: إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. وهذا دليل على أنه ملك الأرض وآتاه الله ملكا عظيما. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. سببا يعني وسيلة، أعطاه الله من كل شيء يحتاجه مثله لملك وسياسة الأرض، أعطاه سبب من الجند والقوة والمال والعقل والحكمة، أعطاه من هذه الأسباب وهذه السبل. قال سبحانه وتعالى في أول ذكر لقصته، قال: فأتبع سببا، يعني اتخذ طريقا من طرق الأرض الذي يعني يسير أو يوصله إلى مغرب الأرض. قال: حتى إذا بلغ مغرب الشمس، الشمس وين تغرب؟ في الغرب. قال: حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة. يعني سار تبع سببا، اتخذ طريقا جهة الغرب، أخذ يسير 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 حتى انتهت به الأرض، خلاص في هذه الجهة، في هذه الجهة لم يبقى أمامه إلا البحر. فغربت الشمس، الشمس إذا غربت الإنسان يراها أيا كان، في البحر أو في البر، يراها كأنها تسقط فيما هو جالس فيه. يعني إذا كان جالس في البحر والشمس غربت، يعني ماذا يرى؟ يرى كأن الشمس دخلت البحر، صح؟ وإذا كان في البر كذلك، كأنها دخلت في الأرض. طبعا هي ما دخلت في الأرض ولا دخلت في البحر، الشمس أعظم بأضعاف مضاعفة من الأرض حتى تدخل الشمس في عين من عيون الأرض، لكن هكذا يخيل إليه على مد الأفق والبصر. فهذا معنى قوله تعالى: وجدها، أي الشمس عندما انتهى إلى مغرب الأرض ذو القرنين وانتهى إلى البحر، خلاص لا يستطيع أن يدخل البحر بجنوده، غربت الشمس فسقطت في هذه العين أو في هذا البحر. وجدها تغرب في عين من الماء حمئة، أي حارة، عين حارة، حمئة عين من ماء وطين، حارة. ووجد عندها قوما، وجد عند هذه العين من الماء قوم من الناس. قال: وجد عندها قوما، كانوا هؤلاء أناس فاسدون، أناس يعني سيئون. فقال الله تبارك وتعالى: قلنا، من القائل؟ الله سبحانه وتعالى: قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. يعني خيره الله تبارك وتعالى بين أن يعذب هؤلاء وبين أن يعفو عنهم وأن يمن عليهم. طبعا هذا القول قد يقول قائل: ألا يدل هذا على أنه نبي؟ بلى، لأن قلنا القائل هو الله، يعني قال لذي القرنين، وهذا القول لا يكون إلا بوحي، إذن دل أنه نبي، هكذا قالوا. والقول الثاني أنه عبد صالح، وهو الصحيح والله أعلم، الأقرب للصواب، أن هذا القول هو على سبيل الإلهام، كما قال الله تبارك وتعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي، في سورة القصص. هذا الوحي من الله لأم موسى، هل هو وحي نبوة؟ يعني هل أم موسى نبية؟ لا طبعا، النبوة خاصة في الرجال دون النساء، ما في نبي من النساء، النبوة خاصة في الرجال. قوله سبحانه وتعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الشجر بيوتا، من الجبال والشجر بيوتا ومما يعرشون. هل هذا الوحي من الله للنمل وحي نبوة؟ لا طبعا، ما في نحلة نبية، إنما الوحي إيش؟ إلهام، إرشاد.
فهذا الذي كان لأم موسى وللنحل. هنا كذلك قلنا يعني إلهام توفيق إرشاد أخذ الله بيده وخيره بين هذا، هل ماذا أفعل؟ أقتلهم وأعذبهم ولا أعفو عنهم وأمن عليهم؟ ماذا اختار هذا الملك العادل ذو القرنين؟ قال ذو القرنين يقول قال أما من ظلم يعني بارتكاب الذنوب والمعاصي والكفر فسوف نعذبه، ما فيه حزم، فسوف نعذبه عذابا أو سوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، سنعذب في الدنيا ثم سيموت وسيرد إلى أشد العذاب عند الله سبحانه وتعالى. هذا العاصي الذي يأبى أن يعبد الله تبارك وتعالى. قال وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى نعطيه ونجود عليه. قال وسنقول له من أمرنا يسرا. انتهى الآن من موقفه في المغرب، يعني الخلاصة دعا هؤلاء كعادته الذين وجدهم عند العين الحمئة العين الحارة هناك في مغرب في أقصى المغرب، من آمن منهم أمنه أحسن إليه، من لم يؤمن أصر عذبه وسامه سوء العذاب وساقه معه في جنوده. ثم قال الله تبارك وتعالى ثم أتبع سببا، سلك طريقا آخر، هذا عمله يسيح في الأرض طواف. قال ثم أتبع سببا، هذه المرة إلى جهة المشرق. قال حتى إذا بلغ مطلع الشمس، ومطلع الشمس أين يكون؟ في المشرق، الشمس تشرق تطلع من المشرق. قال حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. يعني سار وسار إلى أن وأتبع سببا طريق وطريق إلى أن وصل إلى أقصى المشرق من الأرض بعد أن كان في أقصى المغرب، وجد في أقصى المشرق قوم فقراء بسطاء مساكين يعيشون في الجحور والغيران. قال الله تبارك وتعالى لم نجعل لهم من دونها، الضمير في الهاء هنا من دونها يعود على الشمس، سترا، لم تكن عندهم أبنية يستترون من حرارة الشمس، ولم يكن عندهم أشجار ولا ظل ظليل، يعيشون في حرات الشمس. وقال بعض أهل العلم حتى إنهم لم نجعل لهم من دونها سترة، أي أيضا لم يكن لهم من الثياب ما يستر أجسادهم، كانوا عراه. ولذلك قال بعض أهل التفسير قالوا هؤلاء هم قوم الزنج، والزنوج معروفون أنهم يعني إلى عهد قريب كانوا لا يسترون إلا السوأتين، إلا العورة المغلظة بالنسبة للرجل والمرأة، أما بقية الجسد يكون عاريا، هذا معروف. فهم كانوا كذلك، ليس لهم من دونها سترة، ليس هناك شيء يسترهم من حرارة الشمس من أبنية وأشجار وغير ذلك يستظلون بها، وليس أيضا لهم ثياب تستر عوراتهم، كانوا عراة. لذلك كانت لهم غيران وجحور تحت الأرض يختبئون فيها ولا يخرجون إلا إذا غربت الشمس ليأخذوا معاشهم وليعملوا بعد الغروب، كانوا يعيشون في الكهوف وفي الظلام. فرآهم على هذه الحال، وأيضا صنع بهم صنيعه كالعادة أن مدعوهم إلى الله عز وجل، من يؤمن يقبله، من لا يؤمن يعني يعاقبه. ثم أيضا تركهم وسار مسارا آخر ثالثا. قال سبحانه وتعالى ثم أتبع سببا، أي طريقا ثالثا. وهذا الطريق الثالث الذي اتبعه ذو القرنين بين الشرق والغرب طريق الشمال، ومن هذا قال أهل العلم ملك الشرق وملك الغرب والشمال، فهو ملك الأرض بأسرها. ثم أتبع سببا بجنده، أي طريق الشمال بين الشرق والغرب. فماذا وجد؟ قال ثم أتبع سببا، أي طريقا ثالثا، حتى إذا بلغ بين السدين، يعني نزل في بلاد الترك. قال أهل العلم وراء أرمينية
وأذربيجان هذه التي تعتبر في قلب بلاد الترك. فذهب إلى هذه البلاد، إلى أقصى هذه البلاد، وكانت بلاد تكثر فيها الجبال والأودية إلى يومنا هذا، تلك البلاد جبالها وعرة، ومن رأى منكم يعني بعض التقارير المتلفزة يرى كيف أن جبال شاهقة وأودية يعيشون حياة صعبة. فذهب لتلك البلاد التي تنتشر فيها هذه الجبال ما وراء أرمينيا وأذربيجان، ماذا وجد رحمه الله؟ وجد جبلين عظيمين، وبين هذين الجبلين السدين، الجبل يعتبر سد من السدود، موانع طبيعية تمنع الهواء وتمنع كثير من الأمور. فوجد بين السدين، بين هذين الجبلين، وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، متخلفون لا يفهمون لغة من يأتيهم ولا من يأتيهم يفهم لغتهم، وذلك لانقطاعهم عن العالم. سبحان الله، ترى إلى هذه اللحظة أنا من الناس الذي أهوى أحب يعني البرامج الوثائقية، طبعا التي ليست فيها محظور شرعي، يعني ما فيها أمور مخالفة للشريعة، المهم يعني التي فيها حقي معلومات ثرية، فتجد أن هذه الأماكن إلى الآن يعني في آسيا الوسطى إلى الآن يعيشون عيشة بدائية، إلى الآن، إلى الآن، ونحن في هذه القرون المتقدمة المتطورة إلى الآن يعيشون عيشة بدائية جدا، يعني بعضهم الآن في الخيام ويعيشون على الصيد بأيديهم وبرماح وبأمور بدائية جدا. فهذا يشعرك بأن هؤلاء الناس سبحان الله يعني منعزلون عن بقية العالم، ليس هناك اتصال مباشر ولا تصلهم يعني حضارة، وإن وصلتهم يصلهم شيء متأخر جدا. فهذا كان حالهم، والعلم عند الله منذ القدم. يعني الآن انظر، قال سبحانه وتعالى لا يكادون يفقهون قولا، مو عارف تفهم معهم ذو القرنين، يتكلمون بلغة لا يفهمهم، يكلمهم لا يفهمونه، عقولهم فيها شيء من التخلف، هكذا ذكر أهل التفسير، شيء من التخلف، شيء من البطء في الفهم والاستيعاب بسبب انغلاقهم على أنفسهم. لكن يعني فهم ذو القرنين رحمه الله أنهم هؤلاء يعانون من مشكلة، يعني هم يحاولون أن يفهموا ولكن هو لم يفهم ما يريدون، فماذا كان منه إلا أن جعل ترجمانا، والترجمان هو الذي يعبر بلغة أو عن لغة بلغة أخرى، مترجم بينه وبينهم. فقالوا لهذا المترجم، قل لهذا الملك الصالح ولهذا الرجل الصالح الذي يعني أتانا، قل له بيننا وبين يعني هذين الجبلين، خلف الجبلين هناك قوم عددهم كالجراد كالنمل، لا يرقبون في أحد إلا ولا ذمة، مفسدون ظالمون، يطلون علينا بين فينة وأخرى ويعيثون فينا الفساد، فليحمنا من هؤلاء. فقالوا له، قالوا يا ذا القرنين، طبعا بالمترجم بينه وبينهم، يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. يأجوج ومأجوج قبيلتان من القبائل، قبيلة يأجوج وقبيلة مأجوج، أتينا إن شاء الله الدرس القادم تفصيل هذه القصة لارتباطها بقصة ذي القرنين. المهم، يأجوج ومأجوج قبيلتان من بني آدم، قالوا من ولد يافث ابن آدم، من ابن نوح، نوح عليه السلام يسمى بأب البشر الثاني، أبو البشر الأول من؟ آدم. أبو البشر الثاني من؟ نوح، لأن نوح عليه السلام عندما ركب في السفينة وأخذ معه ذريته الثلاثة حام وسام ويافث، وكنعان هو الذي هلك، قال يا بني اركب معنا، قال سأوي لجميع عاصم، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، فحال بينهما الموج فكان من المغرقين، هذا كنعان. فحام وسام ويافث هم الذين ركبوا مع نوح عليه السلام في السفينة. أهلك الله بالطوفان من في الأرض إلا من كان في سفينة نوح، إنه أخذ من كل شيء زوجين، ثم عندما
قضى أمر الله تبارك وتعالى وغارت المياه وانقطع الماء عن من السماء، استوت السفينة على الجودي جبل، فتحت أبواب السفينة، نزل من فيها، ثم تكاثر الخلق منها، حام أبو العرب وسام يعني أبو العجم وياف ويافث أبو الترك أو كما قال أهل العلم. المهم أن من ذرية يافث خرج يأجوج ومأجوج، وهؤلاء قوم لا يحصيهم إلا الذي خلقهم، قوم عددهم كذرات التراب، لا أحد يستطيع أن يجابههم. لا تقول لي قوة عظمى ولا نووي ولا غير نووي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما يذكر في آخر الساعة عندما يخرج يأجوج ومأجوج، يقول الله تبارك وتعالى كما ذكر صلى الله عليه وسلم، يوحي الله تبارك وتعالى لعيسى عليه السلام: إني أخرجت عبادا من عبادا لي لا يدان أحد بقتالهم، لا أحد يستطيع أن يجاب بها هم ولا أن يقاتلهم، أعداد مهولة، وفيهم من الجبروت والظلم والقسوة ما الله به عليم، حتى إنهم يأكلون البشر. هذا ما هو أمر يعني خزعبلات وحقيقة، يأكلون البشر يأجوج ومأجوج. فكانوا يعيثون في الأرض الفساد، وكانوا قريبين من هذه القرية المساكين البسطاء، فقالوا: يا ذا القرنين، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. قال أهل العلم: كانوا يخرجون في فصل الربيع، يخرج يأجوج ومأجوج من خلف الجبل في فصل الربيع، فيأتون على كل أخضر واليابس يحمله، لا يدعون شيئا. فقالوا لأجل ذي القرنين: فهل تجعل أو فهل نجعل لك خرجا على خرجا، يعني مال، نعطيك أجرة ونعطيك مال، نجمع من أموال نعطيك، بس فكنا من هؤلاء، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ شفنا حل. فقال ذو القرنين الرجل الصالح الذي لا يريد حطام هذه الدنيا، قال: ما مكنني فيه ربي خير، ما أعطاني ربي من الحكمة والقوة والرحمة خير من أموالكم هذه، ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني، أنا فقط أريد الإعانة، سأحاول أن يعني أمنعكم أو أمنع يأجوج ومأجوج من الوصول إلى أماكنكم، ولكن أريد الإعانة منكم بالرجال والقوة، أعينوني فأعينوني بقوة، يلا أريد الرجال يعينوني في بناء هذا السد، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، آتوني زبر الحديد. زبر الحديد، الزبر قطع الحديد، أمرهم أن يحملوا إليه وأن يأتوه بقطع الحديد الكبيرة، وفعلا أتوه بقطع الحديد الكبيرة، ثم صف هذه القطع الحديد بناها بين هذين الجبلين، لأن يأجوج ومأجوج يخرجون من هذين الجبلين، ليس لهم طريق إلا هذه الفرجة بين هذين الجبلين، فجعل زبر الحديد بعضها فوق بعض حتى إذا ساوى بين الصدفين. الصدفان هما رأسا الجبلين، يعني تخيل جبلان بينهما فرجة، وضع زبر الحديد، سد هذه الفرجة بالحديد، ورفع البنيان إلى أن وصل إلى قمة الجبلين، ثم قال الله سبحانه وتعالى: قال انفخوا، يعني تعالوا بالكير الذي يشعل النار في الحديد، وانفخوا على هذا الحديد حتى أصبح كالنار من حرارته، الحديد هذا السد من الحديد، حتى إذا جعله نارا قال: آتوني أفرغ عليه قطرا. القطر هو النحاس المذاب، فجاء بالنحاس المذاب ثم أهاله على هذا الحديد المتوهج، صب عليه النحاس المذاب. انظر إلى صلابة وقوة هذا
الجدار، جدار من حديد بين جبلين، ثم نفخ عليه حتى كاد أن يكون نارا مشتعلة، أهال عليه يعني صب عليه النحاس المذاب، ثم تماسك فأصبح هذا الجدار قويا متينا وفي نفس الوقت أملسا صلدا، يعني كالصخر الصلد الصافي الأملس الذي لا يستطيع الإنسان، كهذا الجدار لا يستطيع الإنسان أن يتسلق أنه صلد أملس لا تثبت قدمه ويداه عليه، وفي نفس الوقت من أقوى ما يكون لأنه من الحديد والنحاس. وبهذا منع هذا السد، منع خروج يأجوج ومأجوج على العباد. قال الله تبارك وتعالى بعد أن بنى السد: فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. بعد أن بني السد بهذه الصورة العظيمة، قال الله تبارك وتعالى عن حال يأجوج ومأجوج، طبعا أرادوا أن يخرجوا كعادتهم فتفاجأوا بوجود السد، فما استطاعوا، شوف ما في تاء انتبه، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة. يعني في الأولى ما في تاء، استطاعوا على طول، وفي الثانية في تاء، استطاعوا، في فرق، في فرق، لأن في اللغة العربية يقولون الألفاظ قوالب للمعاني، الألفاظ قوالب للمعاني، أنت تريد أن تعبر عن معنى في نفسك كيف؟ بهذا التلفظ. طيب، ثم قالوا الزيادة في اللفظ يؤدي إلى الزيادة في المعنى، يعني الزيادة في المبنى يؤدي إلى الزيادة في المعنى، وهنا حقيقة معنى عظيم لو تدبرته. أسألكم إخواني الآن، لو أتيت أنت إلى جدار وتريد أن تجتاز هذا الجدار، أيهما أسهل، أن تهدم الجدار ولا أن تحاول أن 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 يعني تعلو على هذا الجدار، يعني بين قوسين بالعامية تشقح الجدار، أيهما أسهل؟ لا شك أنك تعلو الجدار، تشقح الجدار أسهل من كسر ونقب هذا الجدار. إذن هنا ذكر الله سبحانه وتعالى عندما قال ذكر العلو يعني شقحون الجدار، حذف التاء لأن تكون العبارة أسهل، فما استطاعوا أن يظهروه يعني يعلوه يخطروه يتجاوزوه. ثم عندما أتى إلى قضية الحفر والنقب لأن صعوبة أكثر، زاد التاء في الكلمة، قال وما استطاعوا له نقبا. في كل يوم منذ أن خلق، منذ أن مكن الله تبارك وتعالى هذا العبد الصالح ذا القرنين من بناء سد يأجوج ومأجوج إلى هذه الساعة، إلى هذه الساعة التي أكلمكم الآن فيها، منذ ذلك اليوم إلى يومنا هذا، في كل يوم يخرج يأجوج ومأجوج إلى السد، في كل يوم، ويحفرونه، ثم إذا بلغوا نهايته يعني كانوا على وشك أن ينقبوه تماما وأن يهدموه، قال لهم القائد على رأسهم: ارجعوا ستحفرونه غدا. والخلاص خلوا الآن باشر تكملون تحفرونه ونهدم ونخرج على الناس، ولم يقل إن شاء الله، فيرجعون. ثم إذا أتوا في اليوم الثاني يعيده الله تبارك وتعالى كما كان، وهكذا في كل يوم، في كل يوم، حتى إذا أتى الوعد المحدد والأجل المحتوم من الله سبحانه وتعالى لخروج يأجوج مأجوج، قال القائد الذي على رأسهم قال: ارجعوا إليه ستحفرونه غدا إن شاء الله. فيأتون غدا إليه وإذا هو على حاله لأنه قال إن شاء الله، ثم يكملون حفره فينهد هذا السد ويخرجون على العباد. فلا تسل عن الفساد والدمار الذي يقع في الأرض وبين العباد، وهذا الذي ذكره الله سبحانه وتعالى بعد قصة ذي القرنين. قال فإذا قال هذا رحمة من ربي، يعني قاله ذي القرنين عندما انتهى من السد، ما قال والله هذا بذكائي فهلوتي وبهندستي بقوتي أبدا، أرجأ هذا الأمر إلى الله، قال هذا رحمة من ربي، سخرني لكم وقواني وأرشدني وألهمني
لبناء السد بهذه الصورة، فهو رحمة من الله ليس فقط لأهل هذه القرية بل لجميع من في الأرض. قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي في ذلك اليوم المحتوم جعله دكا، دك هذا السد، ويخرج يأجوج ومأجوج، وكان وعد ربي حقا. يخرج يأجوج ومأجوج على الأرض، فلا تسأل كما قلت عن الفساد، وهذا ما سيكون إن شاء الله تبارك وتعالى تفصيله في اللقاء القادم إن كان في العروقية، لنكمل وإياكم قصة يأجوج ومأجوج، هذه القصة العظيمة العجيبة الغريبة حقيقة المتعلقة بقصة ذي القرنين. أسأل الله سبحانه وتعالى أرزقكم علما نافعا والعمل الصالح، ونجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبعون أحسنه. غدا لن يكون درس قصص القرآن، يكون إن شاء الله تعالى أخونا حبيبنا الشيخ بسام له خاطرة عند درس في الخارج، ثم إن شاء الله تعالى يوم الأربعاء كان في العروقية نلتقي ونكمل قصص القرآن الكريم وقصة يأجوج ومأجوج. هذا والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.